ابعتلي يا ولاد بعد اذنكم. طيب كتر خيركم يا ولاد، ربنا يحفظكم. شكرا جزيلا يا حبايبي. معلش يا ولاد انا بعتذر لكم جدا، انا كل ده عماله احاول ادخل وعملت ريستارت والله للجهاز مرتين، فمعلش انا بعتذر عن التاخير. كده كده ان شاء الله المحاضره مسجله، وان شاء الله ربنا ينفعكم بيها وتبقى ان شاء الله تستفيدوا بيها باذن الله. بصوا يا حبايبي، احنا هنكمل، احنا دلوقتي وقفنا لحد السيجمويد كولون، هنكمل بقيه اجزاء اللارج انتست. الجزء اللي بعد كده من اللارج انتستن بعد السيجمويد كولون هو مين؟ هو الريكتم. انا هفتح برضو الواتساب، لو في حاجه في الصوت ولا حاجه قولوا لي برضو يا حبايبي، ماشي؟ وانا بعتذر لكم تاني، معلش انا اسف. بصوا يا ولاد، الريكتم بتاعنا ده عباره عن ايه؟ قالوا ده اللوست بارت بتاع الايه؟ بتاع اللارج انتستن، تمام؟ طيب انا عايزاكم دلوقتي تعرفوا كونسبت عام. ايه هو الكونسبت العام ده؟ امتى انا بقول السيجمويد كولون خلص والريكتم بدأ؟ امتى بقول كده؟ قال لك بدور على الفيتشرز اللي كانت موجوده في السيجمويد كولون وما بقتش موجوده في الايه؟ في الريكتم، ماشي؟ ما تروشنيش بقى خلاص يا ولاد بالواتساب، ماشي يا حبايبي؟ طيب ايه يا ترى الفيتشرز اللي كانت موجوده في السيجمويد كولون وما بقتش موجوده في الريكتم؟ انا كدكتور في اوضه العمليات اقول بس كده خلاص، لحد هنا يا جماعه سيجمويد كولون، من اول هنا انا بدات الريكتم. انا قلت لك في اماكن معينه ما فيش بينها شارب ديماركيشن زي ما قلنا، زي مثلا بين الجوجنم والإيليم، انما في اماكن انا بقول يا جماعه كده خلص الاسندنج كولون، كده بدا الترانسفيرس كولون عشان شفت الرايت كوليك فليكشن، كده خلص الترانسفيرس كولون، كده بدا الديسندنج كولون عشان شفت ليفت كوليك فليكشن، وهكذا، صح؟ طيب امتى اقول بقى يا جماعه كده خلص السيجمويد كولون بدا الريكتم؟ يعني ايه الحاجات اللي موجوده في السيجمويد كولون مش موجوده في الريكتم؟ اول حاجه الميزنتري، فاكر لما قلت لك ان احنا ماشيين جزء فيكسد جزء موبايل، جزء فيكسد جزء موبايل كده، استومك موبايل، ديودينم فيكسد، بعدها جوجنم وإيليم موبايل، بعدها اسندنج كولون فيكسد، بعدها ترانسفيرس موبايل، بعدها ديسندنج فيكسد، بعدها سيجمويد كولون موبايل، بعدها الريكتم فيكسد، صح؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان الريكتم ملوش ميزنتري، ماشي؟ انما سيجمويد كولون ليه ميزنتري. تاني حاجه قلناها ايه؟ الابنديسيس ابيبلوكي، قلت لك قبل كده كلمه ابنديسيس ابيبلوكي دي بطلقها لما الجزء من اللارج انتستين يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كولون. وانس ما بقاش اسمه كولون يبقى ما فيش ابنديسيس ابيبلوكي، يعني سيكا ما فيهوش ابنديسيس ابيبلوكي لانه ما اسموش كولون، ابندكس ما فيهاش لانها ما اسمهاش كولون، ريكتم ما فيهوش ابنديسيس ابيبلوكي، الساكس اللي مليانه بيريتونيوم دي، حلو قوي. طيب وبعدين قال لك تالت حاجه، احنا قلنا خلاص مفيش سيجمويد ميزو كولون، مفيش ابنديسيس ابيبلوكي، تالت حاجه انا قلت لك ايه وانا بقول لك الفيتشرز بتاعت التينيا كولاي؟ قلت لك ده التينيا كولاي دي بتبدا من اول ما انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يا لارج انتستين، يعني من اول السيكم، من بعد ما خلصنا الإيليم، من بعد ما بدانا السيكم لحد لما تبقى التينيا كولاي دي اول ما نوصل للريكتم تتفرد وتبقى كونتينيوس مع الماسل لير بتاع الريكتم. يبقى معنى كده ان ما فيش تينيا كولاي في الريكتم، يبقى انا ما لقيتش تينيا كولاي، حلو، ما لقيتش ابنديسيس ابيبلوكي، حلو، ما لقيتش ميزنتري، حلو. طب هما ايه الثلاث صفات التانيين بتوع اللارج انتستين؟ ان انا الاقي سكيوليشنز او هاوستريشن، صح؟ مش دي الصفه الثالثه؟ السيكم ما فيهوش سكيوليشن ولا هاوستريشن، امال ايه الحاجات اللي انا شايفاها دي؟ ما هو سبب السكيوليشن ايه؟ وجود التينيا كولاي وانها اقصر من طول اللارج انتستين بايه؟ ب 1 فوت بال 30 سم اللي قلنا عليه. هنا ما فيش تينيا كولاي، يعني امال ايه الدايليتيشنز اللي انا شايفاها دي؟ لا، ده مكان واسع في السيكم اسمه امبولا اوف ذا سيكم، هو اللي عامل دايليتيشن كده اوف ذا ريكتم، اسف، يبقى مكان واسع في الريكتم اسمه اسمه امبولا اوف ذا ريكتم، والريكتم نفسه واخد كيرفيتشرز، فعشان كده انا شايفه عامل كيرفز كده، بس هو اكشوالي ما فيهوش سكيوليشن. يبقى خلاص، يبقى عرفنا انا كدكتور امتى هقول السيجمويد خلص يا جماعه الريكتم بدا. طب تعالوا بقى نبص على الريكتم ده كده واحده واحده.
طالما انت قلتي ان يا جدعان السيجمويد خلص والريكتم بدأ، يبقى معنى كده ان الريكتم هيبدأ مكان ما السيجمويد كولون هيخلص، صح؟ طب هو السيجمويد كولون كان خلص فين؟ كان خلص عند السيرد سيكرال بيس، فاكرين؟ وساعة ما قلنا هيمشي لاترالي كده وبعد كده هيمشي بالعرض ويبقى ليه لاترال ريليشن ويبقى ليه بوستيرور ريليشن اللي احنا مش عايزينهم دول. حلو قوي. طيب جينا من عند الثيرد سيكرال بيس وبدأنا كده مين؟ وبدأنا الريكتوم. ماشي حبايبي؟ طيب قال لك هو بدأ فين يا ترى؟ اوبوزيت الثيرد سيكرال بيس از كونتينيويشن للسيجمويد كول. وهيخلص فين لو دي الثيرد سيكرال بيس دي؟ قال لك هيخلص 1 انش بيلو اند ان فرونت التيب اوف ذا كوكسكس. ايه ده يعني هيرجع ورا؟ هيرجع ورا. طب يعني لو دي كده الكوكسكس، شايفين الكوكسكس هنا قدام اهي، رجع الريكتوم في اخره كده لورا 1 inch below and behind. طب ليه رجع لورا كده؟ تمام؟ قال لك علشان الجزء اللي هيرجع ورا ده هيبقى اسمه anal canal. ماشي يا ولاد؟ يبقى الريكتوم هينتهي كده وبعدين يرجع لورا يعمل لي الجزء اللي ورا ده كده اللي اسمه الانال كانال. حلو قوي. يبقى لو ده كده التيب اوف ذا كوكسكس هو هيخلص 1 انش ان فرونت اوف بيلو اند ان فرونت اوف التيب اوف ذا كوكسكس وبعدين يرجع ورا يعمل لي الانال كانال، وهنعرف سبب الرجوع ورا ده ايه. شايفينه يا ولاد؟ تمام التمام. طيب قال لك تعالى بقى نبص كده الريكتوم ده، كلمه ريكتوم دي يعني ايه؟ يعني مستقيم. طب هل الريكتوم فعلا مستقيم؟ قال لك لا، ده اول ما وصفنا كلمه ريكتوم دي يعني مستقيم وصفوها في الدوجز. ماشي؟ الدوج ده زينا كده الذي خلقك فسواك فعدلك، واقف كده على رجلين اتنين، لا ده نايم، صح؟ فبالتالي الانتستين بتاعته مرميه تحت، شد على الريكتوم بتاعه، شد على الريكتوم بتاعه كده ففرداه. فالريكتوم كلمة ريكتم يعني مستقيم، زي ما شفنا الريكتس ابدومينس، ريكتس يعني حاجة مستقيمة. فالريكتم بتاع الدوج ده ستريت، احنا بقى فينا مش ستريت. امال احنا فينا شكله ايه؟ شكله واخد الكيرفز اللي انتوا شايفينها دي. شايفين واخد كيرفيتشرز قد ايه؟ قال لك طب ايه الكيرفيتشرز بتاعته؟ قال له ليه مبدئيا انتروبوستيريور كيرفيتشر. يعني ايه؟ يعني ليه كيرفيتشر لقدام كده اللي انتوا شايفينه ده اسمه سيكرال فليكشر. السيكرال فليكشر ده ماشي مع مين؟ ماشي مع الكونكافيتي بتاعه السيكرم. حلو قوي. اما ابص عليه كده من قدام الاقيه بادئ بجزء كونكيف وبعدين يرجع ورا الجزء اللي انا قلت لك عليه، هيرجع باكورد عشان يعمل الانال كانال، صح؟ فبالتالي عمل كيرفيتشر تاني شكله كونفكس فورورد او كونكيف باكورد، زي ما انت عايز. عايز توصف الاثنين من قدام يبقى كونكيف مع السيكرال كونكافيتي، وبعد كده كونفكس عشان هيرجع ورا الانال كانال، او كونكيف مع السيكرال كونكافيتي وكونكيف باكورد مع البيرينيال كونكافيتي. ماشي الكلام؟ طيب يبقى دي كده اسمهم انتروبوستيريور فليكشرز. طب تعالى بصيلي على الريكتم فروم سايد تو سايد كده، شايفين السايد تو سايد؟ انا خلاص خلصت من كيرفيتشر كده كونكيف ورجعت بيها كيرفيتشر ورا كده كونفكس من قدام وكونكيف من ورا مع البرينيال فليكشر اللي ورا ده، تمام؟ طب بصيلي بقى عليه سايد تو سايد، فاهمين يا ولاد؟ سايد تو سايد ده قال لك عامل زي رقم 4 بالعربي. تكتب لنفسك كده، تكتب لنفسك انه عامل زي رقم 4 بالعربي. طب رقم 4 بالعربي ده شكله ايه؟ قال لك في كونكافيتي اللي انتوا شايفينها دي كونكيف ناحيه الليفت سايد، دي الرايت سايد ودي ناحيه الليفت سايد، وبعدين كده بدانا اول كيرف للاربعه، صح؟ وبعدين نعمل كده زاويه ونرجع تاني. لما عملنا الزاويه دي عملنا كونكافيتي ثانيه تو ذا رايت، يبقى عملنا كونكافيتي تو ذا ليفت وبعدين عملنا concavity to the right، وبعدين هنكمل كيرف الأربعة ده نعمل concavity تانية to the left. يبقى أنت هتكتب رقم أربعة كده في الامتحان وتوصفها concavity to the left، concavity to the right، concavity to the left. ماشي؟ شايفينها يا ولاد هنا؟
شايفينها عامله ازاي؟ ادي كونكافيتي وادي كونكافيتي وادي الكونكافيتي الثانيه، ماشي الكلام؟ يبقى هو مش ريكتم خالص، يعني ايه؟ مش مستقيم خالص، ولا مستقيم من قدام لورا، ولا مستقيم فروم سايد تو سايد، ماشي الكلام؟ يبقى فيه ثلاثة لاترال فليكشرز، أول فليكشر كونكيف تو ذا ليفت، تاني فليكشر كونكيف تو ذا رايت، تالت فليكشر كونكيف تو ذا رايت، واتنين انتروبوستيريور فليكشر، واحد كونكيف فورورد واللي بعده كونكيف باكورد، سيكرال فليكشر وبعده بيرينيال فليكشر، ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى قول لي اللينث بتاع السيكرم ده قد ايه؟ بتاع الريكتم ده قد ايه؟ 5 انشز، ماشي الكلام؟ طيب اللي انا شايفه ده ايه؟ اللي احنا شايفينها دي كده سيكرال فليكشر، صح؟ طب وما شفته رجع ورا كده 1 انش قدام اند ان فرونت اوف الايه؟ بيلو اند ان فرونت اوف التيب اوف ذا كوكسكس، خلص، وبعدين رجع باكورد عشان يعمل ان الكنال ورا، لما رجع باكورد عمل لي الفليكشر الثاني اللي اسمه بيرينيال فليكشر، حلو قوي. طيب أهمية بقى الفليكشر اللي أنت عمالة تحكي عنها، بتحكي عنها كتير قوي ليه؟ قال لك أصل إحنا هندخل للعيان من الإينال كانال حاجة اسمها بروكتوسكوب، أو اسمه التاني سيجمويدوسكوب، لو أنا عايز أطلع أشوف لحد السيجمويد كولون أو أقف عند الريكتم، أدخل منظار، بس المنظار ده هدخله منين؟ من الإينال كانال. اشوف بي سيجمويد كولون اسمه سيجمويدوسكوب، هقف عند الريكتم، وفي ميزه زياده انه بيبقى اليومينيتد. يعني ايه اليومينيتد؟ يعني في لايت، في لايت سورس عشان اقدر اشوف الانسايد بتاع الريكتم ده، اسمه بريكتوسكوب، بروكتوسكوب، ماشي؟ بروكتو دي يعني ريكتم باللاتيني، ماشي الكلام؟ ابص بقى، ابص على ايه؟ والله ابص بعد الشر في كانسر ريكتم، في هيمورويدز او بايلز اللي شفناها المره اللي فاتت، في فيشر جوه الريكتم، في ليجن وليكن ألسر وليكن ريكتال بوليبوزس، اي باثولوجي جوه الريكتم، تمام؟ طيب خد بالك بقى وانت بتدخل بروكتوسكوب، هل هيبقى تدخيله سهل زي ما انا بدخل مثلا لعيان النيزو جاستريك تيوب وبقول عيني ابلع ريقك معايا ومعلش استحمل، يبلع 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 لحد ما ينزل في الاوسوفيجاس، ما الاوسوفيجاس ضيق، لا، امال ليه؟ هيبقى تدخيله من الانال كانال صعب جدا، ليه؟ لان انت عندك كيرفيتشرز، يبقى وانت بتدخل بالراحه علشان انت عندك كيرفيتشرز على تو ليفلز، انا وانا باصص كده شايف اللاترال كيرفيتشر، صح؟ شايف رقم 4 ده، بس مش شايف الانتروبوستيريور، فاهمين الفكره؟ انا قصدي في الرسمه دي، انما هو واخد اتنين كيرفيتشرز على تو بلينز، ثلاثه لاترال كيرفيتشرز واتنين انترو ايه بوستيريور كيرفيتشرز، واضح يا ولاد؟ تمام التمام. يبقى خد بالك وانت بتدخل البروكتوسكوب او السيجمويدوسكوب، على خد بالك ان انت عندك 5 فليكشرز على 3 على بلين واتنين على بلين، فبالتالي بالراحه عشان ما تعملش العيان ريكتال انجري، ماشي، ويجي له بيريتونايتس ويموت في البيريتونايتس، ممكن الليجن اللي انت داخل تشوفه ده ما يكونش هيموته خالص، ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى قول لي كده، نفكر نفسنا كده بالبلفس بتاع الميل والبلفس بتاع الفيميل عشان احنا هنحتاجهم النهارده. البلفس بتاع الميل ده فيه ايه الاستراكشرز اللي موجوده فيه بالنسبه للريكتم؟ قالوا احنا اتفقنا ان الريكتم كده كده بادئ من عند الثيرد سيكرال بيس، مش احنا متفقين على كده؟ طبعا دي بتبقى ايه يا اولاد اللي بارزه قدام دي؟ تبقى ال 5، ماشي، وده كده اللامبو سيكرال ديسك، دي اس 1 اس 2 يبقى احنا اس 3 اهو، ده بدايه الريكتم، ماشي الكلام؟ قال لك ده كده الريكتم ده قدامه في الميل اليورينري بلادر على طول، حلو قوي. واتفقنا ان البريتونيوم بيجي ينزل على البلفس كده ويكفر الاستراكشرز ويعمل باوتشز، كنا سمعنا عنها واحنا بناخد الجينيتو يورينري، ما بين الريكتم وما بين اليورينري بلادر كان في باوتش كده في الميل كان اسمه ايه؟ ريكتو فازايكال باوتش، حلو قوي. ويجي البيريتونيوم ده يترمي كده، ستاره تترمي على الريكتم وتترمي على
السوبيريور سيرفيس بتاع اليورينري بلادر تكفر، والله اللي تعمله كفرج مش هتبذل مجهود، مش هتنزل وتدخل وتلف زي ما كانت بتعمل فين، زي ما كانت بتعمل حوالين مثلا الاسندنج كله، انه تروح تعمل باراكول الجتر وبتاع. لا، هي ستاره مرميه بتترمي تكفر اللي تعمله كفرج وخلاص، والموضوع انتهي. كل الحاجات التانيه دي ما بقاش عليها كفرج، اه عادي مفيش مشاكل خالص. طيب تعالى في الفيميل، لا في الفيميل ما بين الريكتم وما بين اليورينري بلادر في اورجان كده في النص اللي هو اليوترس، اللي واخد انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن، بعده السيرفكس الانفاجينيتنج ده جوه الفاجينا، وبعدين ده السوبرا فاجينال بارت ده كده الايه بتاع الفاجينا ماشي، وبعدين الفاجينا مكمله معانا كده لحد الايه لحد الاكسترنال جينيتال. حلو قوي. هتيجي برضو ستارة تترمي، قلت لك مش هتبذل المجهود اللي احنا ننزل تحت ونكفر ريكتم وكده، لا تترمي كده على الريكتم وعلى وعلى اليوترس وعلى مين وعلى اليورينري بلادر، وتعمل لي باوتشز. الباوتش ده اللي بين اليوترس وبين اليورينري بلادر بسميه ايه؟ يوترو فازايكال باوتش. طب والباوتش اللي ما بين الريكتم وما بين اليوترس بسميه ريكتو يوتراين باوتش، او ساعات بيسموه ريكتو فاجينال باوتش، وليه اسم تاني دوجلاس باوتش. ماشي الكلام؟ طيب تعال نبص بقى كده الريكتم ده اخبار البريتونيال كفرج بتاعه ايه. قال لك الابر ثيرد بتاعه بنقسمه ثلاث تلات، الابر ثيرد بتاعه كومبليتلي كفرد with peritoneum. يعني ايه covered with peritoneum؟ مش completely يعني لحد البوستيرو، لا completely يعني قدام، شبه شويه مين، شبه شويه الاسندنج كولون والديسندنج كولون، يعني covered من قدام من الفرونت ومن السايدز. قلت لك الايه البيريتونيوم ما بيبذلش مجهود ان هو يرجع ورا قوي كفر او ينزل تحت قوي كفر، لا. يبقى في الثيرد الاولاني هيبقى كفرنج الريكتم من الفرونت ومن السايدز، قلت لك شبه الاسندنج كولون والديسندنج كولون. طب الميدل ثيرد هيبقى كفرد من قدام بس، انا كده باصص طبعا سايد فيو. الميدل ثيرد هيبقى كفرد من قدام بس. طب اللور ثيرد لا، مش هيبقى فيه بيريتونيوم خالص. ماشي؟ يبقى تاني، ايه علاقه الريكتم بالبيريتونيوم؟ قال لك الابر ثيرد بتاعه، بس مش قادر اقول كومبليتلي، covering الريكتم من قدام ومن السايدز. الميدل ثيرد covering من قدام بس. اللور ثيرد ما فيهوش بريتونيوم خالص. يبقى البريتونيوم زي ما قلت لك ستاره بتترمي ما بتعملش مجهود. حلو قوي. تعالى بقى كده قول لي البريتونيوم ده لما يبقى ريفلكتد على الاورجنز هيبقى ريفلكتد ازاي؟ قال لك اول حاجه لو انا بتكلم على الميل عمل الباوتش اللي انا قلت لك عليه ده، اللي انا سميته لك ايه ريكتو فازايكال باوتش ما بين الريكتم والايه واليورينري بلاد، قال لك ده مكانه 7.5 سنتي من الانس. انا ليه بعرف مكانه من الانس؟ ما ده المكان اللي انا هدخل فيه في بالبروكتوسكوب او بالسيجمويدوسكوب، فده دايما انا بقيس المقاسات من عند الانس. حلو قوي. طيب تعالى بقى في الفيميل، هننعكس على مين؟ هننعكس على البوستيريور وول بتاع الفاجينا، فهنعمل الباوتش اللي اسمه ريكتو يوتراين او ريكتو فاجين او ريكتو فاجينال باوتش، اللي قلت لك اسمه الثاني دوجلاس باوتش، صح؟ تمام التمام. قال لك ده بعده قد ايه عن الانس؟ بعده 5.5 سنتي. طب ليه ده اعلى؟ ليه بتاع الميل اعلى من بتاع الفيميل؟ لان بتاع الفيميل نزل شويه لحد الايه لحد البوستيرور وول بتاع الفاجينا، ماشي الكلام، انما بتاع الريكتم ما عندوش المكان اللي ينزل فيه ده. وهنعرف ايه السبب، ان في فاشيه مهمه جدا 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 موجوده عند الميل مش موجود زيها عند الفيميل، قافله المكان ده فمنع البريتونيوم ان هو ينزل قوي، اسمها فاشيه اوف دينون فيير، هقول لكم عليها ان شاء الله. تمام؟ طيب تعالى بقى قول لي ايه الريليشنز بتاعت الريكتم. طبعا انا زي ما قلت لك، زي ما بتمسك الورقه كده تكتب، اول ما تلاقي كلمه بلاد سبلاي تكتب ارتيريال سبلاي
فينس درينج، صح؟ اول ما يجي لك ريليشن لحاجه في البلفس بتكتب كلمتين، مين هما الكلمتين دول؟ ريليشن ان ميل ولا ريليشن ان فيميل؟ واضح يا ولاد؟ يبقى بتكتب ريليشن ان ميل ولا ريليشن ان فيميل. هقول لك بس هسبق لك كده الموضوع خطوه واحده بس لقدام. بص ركز معايا، احنا دلوقتي لو بصينا على البيريتونيال ريليشن اللي انا قلت لك عليها، الانتيريور بارت بتاع الريكتوم ده كفرد بيريتونيوم في انهي تتلات، في انهي ثيردز؟ الابر وان ثيرد لانه كفرد من قدامه من السايدز، صح؟ والميدل ثيرد لانه كفرد من قدام. حلو جدا. يبقى انا لما هاجي اقول anterior relation ركز معايا و posterior relation يعني بتكلم على قدام وورا، هتكلم على upper two thirds اللي فيهم peritoneum و lower one third. واضح يا ولاد؟ اللي ما فيهوش peritoneum. طيب ركز معايا تاني، لو انا اتكلمت لك على lateral relations، يعني ايه lateral relations؟ يعني على السايدز، هقسم اللاترال ريليشنز دي لأبر وان ثيرد ولوور تو ثيردز. حد يقدر يقول لي ليه؟ لأن الأبر وان ثيرد ده هو اللي فيه بيريتونيوم على السايدز، صح؟ إنما من الميدل وان ثيرد ده، مش احنا قلنا الميدل وان ثيرد ده فيه بيريتونيوم قدامه بس، فاهمين الفكرة؟ lower one third ما فيهوش بيريتونيوم خالص، يبقى الجزء اللي فيه بيريتونيوم في السايدز هو الابر وان ثيرد بس، انما اللور تو ثيردز دول ما فيهمش بيريتونيوم. يبقى تاني لما اجي اتكلم على anterior relation و posterior relation هتكلم على upper two thirds و lower one third، لما هاجي اتكلم على lateral relation هتكلم على upper one third ولور تو ثيردز. ليه؟ ده الجزء اللي فيه بيريتونيوم، ففي ستراكشرز، طالما انا بيريتونيوم يبقى في ستراكشرز جوه، صح؟ هتقدر تترمي عليا فوق الستاره دي، انما تحت لا خلاص انا بقيت اورجانز ان ريليشن لبعضها. طيب تعالى بقى كده نمشي نتكلم على انتيريور ريليشن وبوستيريور ريليشن. طبعا قلت لك طالما انا في بيلفس، اول ما تشوف كلمه ريليشن لاورجان في بيلفس تكتب لي relations in male relations in female في الورقة، وبعدين تبتدي تفكر براحتك. طالما أنا anterior و posterior هتكلم على relations اسمها إيه يا دكاترة؟ relations اسمها upper two thirds و lower one third. أحمدك يا رب. أول ما تقول upper two thirds هتقول covered by peritoneum. ليه؟ لأن اللي قدام ده covered by peritoneum فوق وعلى السايدز اللي هو upper one third، واللور وان ثيرد ده كفرد ويز بيريتونيوم قدام بس. جميل جدا. يبقى الجزء ده كله الابر تو ثيردز ده كفرد ويز بيريتونيوم. عمل باوتش، كلام قديم بقى، عمل باوتش اسمه ايه في الميل؟ اسمه ريكتو فازايكال باوتش. ليه بتقولي في الميل؟ اصل في الفيميل اسمه هيتغير، هيبقى اسمه ريكتو فاجينال او اسمه ريكتو يوتراين، واسمه الثاني دوجلاس باوتش. احط فيه ايه؟ احط فيه كويلز بتاعت الايه؟ البلفيك كولون والإيليوم، صح؟ مش دي الأجزاء بتاعة الانتستين، سمول انتستين أو لارج انتستين اللي وصلاني لحد هنا؟ حلو، يبقى أحط فيه كويلز اوف انتستين. لو لارج انتستين هتبقى سيجمويد كولون، ولو سمول انتستين هتبقى الإيليوم. حلو قوي. الحاجات دي تفصلوا عن اليورينري بلادر. يبقى anterior relation upper two thirds فيها كلمتين معادين، ريكتو فازايكال باوتش وكفرد ويز بيريتونيوم، وشويه كويلز اوف انتستين موجوده، لارج انتستين اللي هو سيجمويد كولون وسمول انتستين اللي هي ايليوم. حلو قوي. طب تعالى لي لللور وان ثيرد، هل في بيريتونيوم من قدام؟ لا، ده انا على اساس كده قسمت الدنيا دي. طب هيبقى ريليتد لمين؟ اول حاجه ريليتد لليورينري بلادر، انا بتكلم على ميل، يبقى ما فيش اورجان انترفينينج ما بين الريكتوم وما بين اليورينري بلادر، يبقى انا ريليتد للبيز بتاع اليورينري بلادر. زي ما كنت فاكرين اليورينري بلادر دي كان ليها ايبكس وكان ليها بيز، الباك بتاع البيز ده ريليتد للريكتم على طول. حلو قوي. وبعدين هل هو ريليتد ليه دايركتلي؟
يعني هل لما انا بحط صباعي هنا وانا احط صباعي في الريكتم، دكاترة الجراحة بيحطوا صباعهم كل يوم في الريكتم في الريكتال اكزامينيشن، ما فيهاش هزار، ماشي؟ كل يوم لازم يفحص ريكتم، ما بيعديش عليه يوم من غير ما يفحص ريكتم، تمام؟ في الريكتال اكزامينيشن هل هيقابل على طول اليورينري بلادر؟ قالوا لا، في جزء كده انترفينينج بينه وبين اليورينري بلادر هنا في المكان ده، بس بصراحه مش باين في الرسمه ايه، السيمينال فيسيكلز والترمينيشن بتاع الفاس ديفرنس، صح؟ يبقى هيفصلوا عن البيز بتاع اليورينري بلادر مين؟ سيمينال فيسيكلز، هبحط لكم ان شاء الله صوره احسن، سيمينال فيسيكلز والترمينيشن بتاع الفاس ديفرنس، حلو قوي. طب وهو داخل بير ريكتم هيحس ايه تاني؟ قال لك يحس حاجه مهمه جدا، البوستيريور سيرفيس بتاع البروستات، ماشي؟ ودي حاجه مهمه جدا لما يجي اكزامين بروستاتيك انلارجمنت، زي ما خدتوا الايه في الجينيتو يورينري، البيناين بروستاتيك هايبر بليزي حاجه فيري 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 كومن، تمام؟ فالدكتور بالبير ريكتال بي ار اكزامينيشن بيحس البوستيريور سيرفيس بتاع البروستات. يبقى تاني، ايه هي الاستراكشرز اللي موجوده في اللور وان ثيرد؟ اصل ده الجزء اللي ما فيهوش بريتونيه، الباك بتاع البيس بتاع اليورينري بلادر، عايز تقول يورينري بلادر ما فيش مشاكل، مفصوله عنها بسيمينال فيسيكلز والترمينيشن بتاع الفاس ديفرنس، جميل، ومفصول عنها او مش مفصول عنها بقى، بحس برضو البوستيريور بارت بتاع او البوستيريور سيرفيس بتاع البروستات، وبينهم وبين بعض مين؟ الريكتو فازيكال فاشيا، الفاشيا اللي موجوده هنا. طيب تعالى لي بقى كده، الريكتو فازيكال فاشيا اللي انت قلت لي عليها اللي موجوده هنا دي، انت قلت لنا من شويه ده البيريتونيوم بتاع الميل بيختلف عن البيريتونيوم بتاع الفيميل، ان الباوتش ده بعيد عن الانال كانال 7.5 سم، انما في الفيميل بعيد عن 2.5 سم، خمسة يعني فرق بينهم 2 سم، دي في الفيميل بعيد عن الانال كانال 5.5 سم، ليه يا ترى؟ قال لك علشان هنا في فاشيا قويه جدا 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 اسمها فاشيا اوف دينوم فير، مهمه قوي 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 في الجراحه. ليه مهمه قوي في الجراحه؟ علشان انتوا لو تعرفوا يا اولاد الكانسر ربنا يعافينا دايما بيسبريد في التيشوز اللي البلاد سبلاي فيها عالي، ليه؟ لانه ليه بلاد سبريد وليه لمفاتيك سبريد، كل ما الفاسكوليتشر تبقى اعلى السبريد يبقى اعلى، ماشي؟ تاني حاجه قدره البارت فروم الفاسكوليتشر، قدره الكانسر ان هو ينفيد التيشوز اضعف ما يكون في الفايبرس تيشو، ماشي؟ الفايبرس تيشو بيمثل له بارير طف جدا، يعني لو تعرفوا ربنا يعافينا البون كانسر، تمام؟ الساركوما زي ما هتعرفوا تسبريد في البون زي الحلاوه، ربنا يعافينا. انما تيجي عند البريوستيوم صعب عليها تصوره، صعب عليها تيرود البريوستيوم. بلاد فيسلز قليله وفاشيا طف، نفس القصه في المكان ده. الفاشيا اوف دينوم فير فايبرس تيشو قويه، عشان كده بتمثل بارير قوي جدا للسبريد اوف كانسر. طب تعالى قول لي بقى كده، نبص بصه للمستقبل، بص انا كاتباها لك اهي. فاشيا اوف دينوم فير او ريكتو فازيكال فاشيا تعمل بارير، فيرم بارير علشان تمنع السبريد اوف كانسر. طب تعالى بص لي على الفيميل، ده انت اول حاجه قلتيها لنا ايه؟ ده الريكتو فاجينال باوتش او الريكتو يوتران باوتش اللي هو الدوجلاس باوتش بعيد 5.5 سم، اصلي ما عنديش فاشيا تمنعه، صح؟ شايفين؟ ما عنديش فاشيا اسمها فاشيا اوف دينوم فير في الفيميل. فعشان كده السبريد اوف كانسر اعلى، ريكتال كانسر يعني اعلى في الفيميل ولا اعلى في الميل؟ سبريد اوف كانسر اعلى في الفيميل، ماشي؟ انما في الميل لا، عندهم بارير قوي فاشيا اوف دينوم فير، يبقى حاجه مهمه جراحيا، ماشي يا اولاد؟ فعشان كده ما ننساهاش في الانتيريور ريليشن بتاع الريكتال. حلو، هتلاقي الاستراكشرز اللي فلت بالبيريكتال اكزامينيشن مكتوبه في اخر الموضوع خالص، في اخر الريكتم خالص. انا مش عايزه كده، انا عايزاك وانت بتقول لي انتيريور ريليشن تقول لي الحاجات اللي هحسها،
ما انا هحس البيس بتاع اليورينري بلادر، ما هو انتيريور ريليشن، ما انا هحس الايه البروستيت، ما هي انتيريور ريليشن، ما انا هحس السيمينال فيسيكلز، ما هي انتيريور ريليشن صح، ما انا هحس الفازا ديفرنشيا، ما هي انتيريور ريليشن. طب تعال نشوف بالترتيب، الدكتور مدخل صباعه في الريكتم، ما تزعلش خالص ماشي، بقول لك الجراح بيعمل كده كل يوم، ما فيهاش حاجه اوفنسيف خالص يعني ماشي. طيب وانا داخل كده بدخل صباعي في الريكتم، اول حاجه بقابلها مين؟ ما انت داخل بلايندلي صح، بتحس وانت داخل بالراحه بالراحه بالراحه، طول ما انا طالع بحس مين؟ اول حاجه بتحسها الايه اكسترنال انال سفنكتر، بتحس ريزيستنس وانت طالع، الريزيستنس اللي انت حاسه ده الاكسترنال انال سفنكتر. انا بتكلم كل ده على الميل، ما رحتش في ميل خالص، ما جبتش سيره الفيميل غير وانا بقول بس ان الميل عنده ميزه الفاشي اوف دينوفير مش في الفيميل، في الفيميل على فكره ريكتو فاجينال فاشي بس مش بقوه الفاشي اوف دينوفير دي ماشي الكلام. طيب يبقى اول حاجه حسيتها الاكسترنال انال سفنكتر، وبعدين حسيت بالب اوف ذا بينس ماشي، تاني حاجه حسيتها بالب اوف ذا بينس، تالت حاجه حسيت البروستيت، رابع حاجه حسيت السيمينال فيسيكلز والفازا ديفرنشيا صح، فازا ديفرنشيا جمع كلمه فاز ديفرنس، انا معتمده ان انتوا واخدين جينتو يورينري، وبعدين طلعت فوق لقيت البيزو في يورينري بلادر. يبقى وانت بتذاكر لي الانتيريور ريليشن، بس طبعا انت مش هتوصل لي لحد هنا لان ده انا الكنال، لما بقول اكسترنال انا السفنكتر وبالب اوف زابينس والكلام ده انا الكنال اكسترنال انا السفنكتر، انا بكلمك دلوقتي على انتيريور ريليشن اوف ريكتر. يبقى هتذاكر لي معاهم الاستراكشرز اللي انا بحسها بالبي ار، اول ما بدخل بحس ريزيستنس اكسترنال انا السفنكتر، في الميل بحس بالب اوف زابينس، وبعدين اطلع هات لي الانتيريور ريليشن بروستيت الفاز ديفرنس السيمينال فيسيكلز البيس بتاعت اليورينري. حلو جدا، تعالى لي الريليشن في الفيميل، عايز اسال سؤال للاذكياء فقط، هل الجزء اللي فوق ده في اختلاف؟ ده كفرد باي بيريتونيوم، اه ما هو عادي في الميل وفي الفيميل، انا جيت لما جيت قلت لك تعالى قول لي البيريتونيوم ريليشن قلت لك خلي بالك الميل مختلف عن الفيميل، لا قلت لك بس الفرق الوحيد ان الباوتش اسمه مختلف نظرا لهنا، لان هنا في فاجينا وهناك في يورينري بلادر على طول صح. يبقى هنا بلاقي عندي مين؟ بلاقي عندي الدوجلاس باوتش، حلو قوي، اللي هيفصل الريكتم بدل ما اقول مليورينري بلادر هقول مليوترس، والابر فورث الكتاب مكتوب فيه ابر ثيرد، بس هو الفاجينا احنا بنقسمها اربع ارباع، الابر فورث ده اللي ريليتد للريكتم، والميدل ثري فورث دول اللي ريليتد لايه؟ قصدي الابر بارت بتاع الريكتم. الميدل 3 فورث دول اللي ريليتد لللور بارت بتاع الريكتم، اللور فورث ده اللي ريليتد للانال كانال ماشي، الثيرد مش فورث مش هنختلف يعني مش هنختلف ماشي. في ايه؟ في نفس الحاجات يعني، في مين؟ في كويلز بتاعه السيجمويد كولون وفي الكويلز بتاعه الاليوم، مفيش مشاكل خالص. طيب تعالى لللور ثيرد، هو لور ثيرد اه ما هو عادي خالص، هي عندها الابر وان ثيرد ده كفرد من الانتيريور ومن السايدز، والميدل ثيرد ده كفرد من الانتيريور بس، واللور ثيرد ده ايه؟ ديفويد اوف بيريتونيوم. حلو قوي، ده هيبقى ريليتد لمين يا دكاتره؟ قال لك ريليتد اللي هو مش قادره اقول ثيرد قوي يعني ماشي، ريليتد للميدل تو فورث، في الكتاب تو ثيرد بقول لك مش قادره اقولها بس شغال مفيش مشاكل ماشي، للبوستيريور وول بتاع الفاجين. طب تعالى نعمل بي ار اكزامينيشن للفيميل، الدكتور هيدخل صباعه اول حاجه هيحس ريزيستنس زيها زي الميل اكسترنال انال سفنكتر، وبعدين هنا الدنيا سهله ليه؟ هل في بالب اوف ذا بينس؟ لا. هل في بروستيت؟ لا. هل في فاز ديفرنس فازا ديفرنشيا؟ لا. هل في سيمينال فيسيكلز؟ لا. امال هنحس مين؟ الباك بتاع الفاجينا. طب لو طلعنا اكتر هنحس مين؟ البيزو في يورينري بلادر؟ لا ده بعيد قوي، ده انا فرق بيني وبينه اليوترس والفاجينا والسيرفكس الانترفيننج، يبقى انا بحس البوستيريور وول بتاع الفاجينا ده انتيريور وول،
وده بوستيريور وول، انت واخد جينيتو يورينري صح، وبحس السيرفكس بتاع اليوترس ماشي، لان انتوا عارفين ان السيرفكس بروجكتنج جوه الفاجينا ماشي الكلام، يبقى انا بحس بوستيريور وول بتاع الفاجينا والسيرفكس، يبقى الدنيا هنا سهله خالص، بحس اكسترنال انال سفنكتر، بحس بوستيريور وول اوف ذا فاجينا، وبحس السيرفكس. لطيف جدا. تعالى لي البوستيريور ريليشن. بوستيريور ريليشن ما عنديش فرق بين ميل وفيميل، ليه؟ وخلاص السكس اورجانز دي موجوده قدام صح، انما ورا ورايا سيكرم، ورايا عظم، ورايا فيسلز، ورايا نيرفز، فاهمين الفكره؟ ما في، مش مختلفه في الميل عن الفيميل، يبقى الحمد لله رب العالمين. تعالى بقى بص لي ورا كده في ايه، انا عايزك تكتب بايدك كده في البوستيريور ريليشنز ريمبر سيكرم، مش انا كل مره بقول لك ريمبر كذا، ده بقول لك بقى ريمبر سيكرم. هنستخدم كلمه سيكرم دي كتير قوي. مبدئيا طالما انت فاهم هتقدر تكتب بسهوله. هو الريكتم بدأ عند انهي سيكرال بيس؟ سيكرال بيس رقم 3، يبقى انا ورايا مين؟ 3 و4 و5 سيكرال بيسز. اللور 3 سيكرال فيرتبري صح؟ اللور 3 سيكرال بيسز. معلش اوريك عشان صوتي رايح ماشي؟ ورايا ايه تاني؟ ورايا الكوكسكس، جميل جدا. ورايا حاجه فايبرس تيشو رافي ما بين الانال كانال وما بين الكوكسكس، اسمه انو يعني انس يعني انال كانال، كوكسيجيا لحد الكوكسكس رافي، يبقى اسمه انو كوكسيجيا رافي. طب ليه انا للناس الشاطره قوي ما خلصتش وقلت ده انا ورايا لحد الكوكسكس بس؟ لان انا اول كلمه قلتها لك الريكتم ده بيخلص فين؟ 1 inch below and in front of the tip of the coccyx، يعني من اول التيب اوف ذا coccyx عندي انش كامل، لازم احط له posterior relation، فاهمين يا ولاد؟ احط له posterior relation ايه؟ طب انت قلت لنا احنا وصلنا لحد قدام وبعدين رجعنا ورا، رجعنا ورا عشان نعمل انال كانال، يبقى من اول انال كانال ده مش معانا، طب اولنا مين؟ اولنا السفنكتر، يبقى اعمل رافي fibrous tissue. الله على الفايبرس تيشو وجمال الفايبرس تيشو في هندرنج السبريد بتاع الكانسر، وهنشوف دلوقتي نوع تاني من انواع الفاشيا ماشي الكلام؟ ده رافي اسمه اينو كوكسيجين رافي. امال فين بقى النوع التاني من انواع الفاشيا اللي انت بتقول لنا عليه ده؟ دي شايفينها يا ولاد اللي ورا دي، فاشيا اوف فالداير، فالدايرز فاشيا. معلش ما كل واحد اكتشف فاشيا مثلها مش حاجه سهله، زي ما بقول لك دي فاشيا جميله من فضل الله تمنع السبريد اوف كانسر، فايبرس تيشو تاف بارير بالنسبه للكانسر وفاسكولاريتي قليله فمش عارف يسبريد كويس، فالحمد لله رب العالمين ماشي الكلام. يبقى فاشيا اوف فالداير، يبقى انا قدامي فاشيا اوف دينونفير، ورايا فاشيا اوف فالداير، فالدايرز فاشيا طبعا عشان هو ايه الماني، فالدبليو دي بتتنطق في ماشي الكلام. بين ايه وايه يا ترى؟ بين الريكتم وبين الحاجات اللي وراه اللي انا قلت لك عليه. جميل جدا. حتى معلش عشان خاطري، حتى لو مش مكتوبه في الكتاب معلش عشان خاطري اعرفها لي، عشان خاطري انا، الدنيا كلها عارفاها، مش الدنيا يعني الجراحه، الدنيا يعني الجراحه والاناتومي، كل دكاتره الاناتومي بلا استثناء عارفينها. ممكن الدكتور ما يكونش عارف ايه اللي مكتوب في كتابك وايه اللي مش مكتوب، بس كلهم بلا استثناء بلا استثناء عارفينها ماشي، ماليش دعوه مكتوبه في الكتاب ولا لا، فعشان خاطري زودها لي. كليك انت ما انت هتطلع في الاخر دكتور، يعني انت هتطلع في الاخر دكتور ان شاء الله يعني ماشي، فعشان خاطري اعرفها لي. فاشيا اوف فالداير، انا بقول لك المعلومات الزياده والله على استحياء، بس زي ما بقول لك زميلك اللي وراك في اللجنه هيكتبها ماشي، يكتبها بقى من مكان ما هيكتبها، خليك ناصح كده وانت فاهم انا بقول لك ايه. خلاص طيب تعالى بقى احنا كده خلصنا العظم اللي ورانا ماشي الكلام، العظم والليجمنت، عشان خاطري ما انا اضطريت اكمل بليجمنت، اضطريت اكمل الانش اللي ان فرونت وبيلو التيب اوف ذا كوكسكس ده عشان ده يعتبر بوستيريور ريليشن ليه. فورايا ثلاثه، هم ماشيينها ثلاثات، ثلاثه عظم وليجمنت، وافتكر لي كلمه سيكرال بالعقل كده، سيكرال فيرتبري بعد السيكرال كوكسكس. طب وانا خلصت عند كوكسكس؟ لا انا كملت بون انش، خلاص كمل لي بانش. طب هو هيكمل بالانش ده وبعدين يبقى ايه؟ يبقى انا الكنال، وخلصت عند كوكسكس يبقى انا كوكسجيه الرافي. خلاص طيب
تعالى العضلات برضو معلش هترجع بالذاكره لورا شويه. السكرم ده من جوه، انا مش هدخلك في ديتيلز كتير، بس على الاقل ناخد الحاجات اللي هعرف اكتب بيها الريليشنز دي. الريكتم موضوع مهم قوي قوي قوي، يعني لو هتضيع وقتك في ريليشن ضيع وقتك في ريليشن الريكتم، ماشي؟ لو هتضيع وقتك في ريليشن، كلامي واضح، ضيع وقتك في ريليشن الريكتم، ما تستخسرش في وقتك، ماشي؟ طيب من المواضيع المهمة قوي 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 قوي، ماشي؟ طيب تعالي لي للايه، للعضلات، هنمشيها برضو ثلاث عضلات. من الانر سيرفيس بتاع السيكرم كده يا دكاتره لو تفتكروا، من الميدل ثلاثه سيكرال بيسز كده كانت بتطلع لي عضله اسمها بايري فورمز، فاكرينها يا ولاد؟ عضله اسمها بايري فورمز، تمام؟ تحتهم عضلتين كده، عضله اسمها ليفيتور ايناي كانت عامله لي الفلور بتاع البلفس، وعضله ثانيه مكملاها اسمها كوكسيجيل، تمام؟ يبقى عضله اسمها كوكسيجيس وعضله تحتها اسمها ليفيتور ايناي. يبقى الثلاث عضلات دول هم مين يا ترى اللي عاملين لي الفلور بتاع البلفس؟ عضله اسمها بايري فورمز وعضله تحتها اسمها كوكسيجيس، وعضله كانت عامله لي الفلور بتاع البلفس اسمها ليفيتور ايناي. الناس الشاطره قوي، الليفيتور ايناي دي كان ليها اجزاء، جزء منها لو تفتكروا، بس انا ما حطيتلكوش رسمه، بس جزء منها كان بيلف كده يا ولاد، يعمل سلينج لايك ميكانيزم كده حوالين الريكتوم، وهو اللي كان بيشد الريكتوم لو تفتكروا الشده دي لقدام، عشان كده بيجي قدام وبعدين يرجع ورا عند الانال كانال كده، ويعمل حواليه سفنكتر كده لو تفتكروا، كان الجزء اللي بيلف حوالين ده اسمه بيوبوريكتاليس. فحد فاكر حاجه زي كده؟ البيوبوريكتاليس ده هحط لكم ان شاء الله الصوره بس ما ظبطت لكم البرزنتيشن، ماشي؟ البيوبوريكتاليس ده كان جزء من الليفيتور ايناي، ماشي الكلام؟ عشان افكرك بس، يبقى ان شاء الله مش هننساهم، بايري فورمز وكوكسيجيس وليفيتور ايناي. انا بفكر في السيكروم، يبقى دور لي على العضلات اللي كانت ماسكه في السيكروم. جميل. ورايا مين تاني؟ قال لك ورايا ثلاثه فيسلز، في واحد فيهم اخر برانش سنجل برانش يطلع من الاورطه. طبعا انا بصه كده ازاي؟ بصه بوستيريور فيو، مقشره كده ورا، مكسره السكرم كده من ورا، وبصه على السكرم من ورا، لقيت ارتري نازل لي من ورا اللي انتوا شايفينه ده يا ولاد، اسمه ميديان سيكرال ارتري. ميديان يعني ماشي في الميد لاين بالظبط، هيمشي ستريت كده، ارتري رفيع قوي ماشي ورا الريكتم. يبقى ده أول حاجة قلت لك، ريمبر سيكرال، سيكرم لو أنا بتكلم على عضم، سيكرم مكمل بكوكسكس مكمل برافي، إينو كوكسجية الرافي، وبعدين تلات عضلات طالعين من السيكرم اللي هما بايري فورمز وكوكسجيس وليفيتور إيناي، وفيسلز هفتكر فيهم كلمة سيكرم سيكرال. ميديان سيكرال أرتري قلت لك آخر سنجل برانش طالع من الأورطة وماشي ورا الريكتم، حلو قوي. وبعدين تو لاترال سيكرال ارتريز، ماشي؟ لاترال سيكرال ارتري وبعدين يا دكاتره السوبيريور ريكتال ارتري. السوبيريور ريكتال ارتري ده ايه المعلومات اللي انت تعرفها عن السوبيريور ريكتال ارتري؟ لو ده كده الارتري اللي اسمه انفيريور ميزنتريك، قال لك ده احنا عارفينه صم. الانفيريور ميزنتريك ده طبعا عشان انا باصص من ورا، لما بصيت من ورا شفت ايه؟ شفت الانفيريور ميزنتريك ده معدي على الكومن ايليك من قدام،
ماشي، بس انت فاهم صح، انت فاهم ان هو معدي عليه من قدام مش كده، عدى على الليفت كومن ايليك ده من قدام، وبعدين بعد ما عدى عليه غير اسمه، وقلت لك ده الارتري الوحيد اللي كان اسمه انفيريور بقى اسمه سوبيريور، كان اسمه بس لما كبر كان اسمه انفيريور ميزنتريك، كمل بقى اسمه سوبيريور ريكتال. لما كمل بقى اسمه سوبيريور ريكتال عمل ايه؟ قلت لك راح على الباك اوف ذا سيكرم اوف ذا ريكتم، واتقسم وهو على الباك اوف ذا ريكتم لتو فيسلز، خرمت الريكتم من ورا، مش كل دي معلومات قديمه، خرمت الريكتم من ورا واديت له بلاد سبلاي من ورا. ايه مالك عماله تقولي من ورا من ورا؟ اصله بوستيريور ريليشن للريكتم، ساعه ما قلت لك ده هي اناستوموز مع الميدل ريكتال وهي اناستوموز مع الانفيريور ريكتال، السوبيريور ريكتال ده ماشي ورا الريكتم، ماشي الكلام؟ يبقى ده كده مين؟ ده كده تالت برانش. يبقى مين هما التلاتة برانشز؟ الميديان سيكرال ارتري، اللاترال سيكرال ارتري، والسوبيريور ريكتال ارتري اللي هو كونتينيويشن بتاع مين يا ولاد؟ بتاع الانفيريور ميزنتريك. حلو قوي. تعالى بقى لمين؟ للنيرفس. تلاتة نيرفس، قلت لك برضو ريممبر سيكرال، يبقى ميديان سيكرال، لاترال سيكرال، وسوبيريور ريكتال. واضح يا حبايبي؟ ماشي الكلام. تعالى لي بقى لمين؟ تعالى لي طبعا اهم حاجه عندي تقول لي كل ارتري طالع منين، ماشي؟ لو عايز تكتب ديتيل، مش عايز تكتب ديتيل وعايز تكتبهم اسامي مفيش مشكله، عايز تكتب ديتيل يبقى الميديان سيكرال اللي طالع من الاورطه، اللاترال سيكرال اللي طالع من الانترنال ايليا، السوبيريور ريكتال اللي هو الكونتينيويشن بتاع مين؟ بتاع الانفيريور ميزنتيريك. عندك وقت شويه في الامتحان وعايز تكتب لي ديتيلز اكتر، تكتب لي ده اللي طالع من الباك بتاع الاورطه. عندك وقت تكتب لي ديتيلز اكتر، تقول لي ده اللاترال سيكرا اللي طالع من الانترنال ايلياك اللي هيمشي على جانبي الريكتم، ماشي الكلام؟ وبعدين يتقسم لبرانشات عشان تدخل اللاترال سيكرا الفورامينا، كل واحد يتقسم اتنين عشان يعمل لي الايه الانتيريور ريكتال فيسز اللي بتدخل من الانتيريور سيكرا الفورامينا. عندك وقت اكتر اكتب لي السوبيريور ريكتال ارتري اللي خا اللي خ... اللي ك... هو كونتينيوشن بتاع السوبيريور ميزنتيريك. انا بتحكم في الوقت حسب انا معايا وقت قد ايه، تمام؟ اهم حاجه بكتب اوت لاين، ورايا ثلاث عظمات، ورايا ثلاثة فيسلز، ماشي الكلام؟ ورايا ثلاثة ايه تاني؟ ثلاثة نيرفس. مين النيرفس اللي عندي؟ احنا مش كنا قايلين جنب الفيرتبرال كولم دايما لازق مين؟ سيمباثيتك تشين. حلو. السيمباثيتك تشين دي وانا نازل بيها وبدات من عند الثيرد سيكرال بيس، هل بقى اسمها سيرفايكال سيمباثيتك تشين ولا لمبر سيمباثيتك تشين ولا سيكرال سيمباثيتك تشين؟ لا، ده انا بادئ قلت لك ده كده اللامبو سيكرال ديسك، دي ال 5 ودي من اول هنا اس 1، بدانا سيكرم اهو الايلا اوف ذا سيكرم، اس 1 اس 2 اس 3، يبقى انا بادئ سيكرال بلكسس، يبقى انا جنبي على الجنبين كده سيكرال سيمباثيتك تشين. جميل قوي. التو سيكرال سيمباثيتك تشين دول هيعملوا ايه في الاخر؟ هيجوين ايتش اذر، هيلحموا مع بعض ويعملوا جانجليون واحده ملهاش زي، متفرده. الجانجليون الواحدة اللي ملهاش زي دي اسمها جانجليون امبار، اسمها ايه دكاترة؟ جانجليون امبار. كلمة امبار دي يعني ايه؟ يعني واحدة ملهاش حاجة زيها، unpaired. نفس كلمة ازايجوس، مش انا قلت لك يعني نو؟ زايجوس يعني، اما اقول لك زايجوت يعني ايه؟ يعني حاجتين اتقابلوا مع بعض، صح؟ زي الزايجوت بتاع الامبريو، ماشي؟ يبقى ده برضو زيجوس مفيش منه اتنين، هو فين واحد بس، يكونكت سوبيرو فينا كيف بانفيرو فينا كيف. كلمة امبار دي هي كلمة امبيرد باللاتيني، ماشي الكلام؟ بقولك الكلام ده ليه؟ اتنين سيكرال بلكسس يجوين ايتش اذر عند الجانجليون امبار. حلو قوي. غير كده عندي مين بقى؟ عندي السيكرال بلكسس نفسها. فاكرين يا ولاد؟ مش انا كان عندي بريكال بلكسس وكان عندي لمبر بلكسس، واللمبر بلكسس كانت شابكه في السيكرال بلكسس بمين؟ باللمبو سيكرال نيرف، صح؟ ده كده برضو السيكرال بلكسس الكبيره قوي دي بوستيريور ريليشن للايه؟
للريكتم. طب ايه دليلك ان هي posterior relation للريكتم؟ تعالي لي، ده الريكتم مالي لي كل المكان ده، وادي التيب اوف ذا كوكسكس ومكمل بعد التيب اوف ذا كوكسكس القدام، مش دي كده الكونكافيتي اللي هو واخدها؟ اه مكمل قدام كده لحد 1 انش ايه بيلو اند ان فرونت، مش انا باصص كده من جوه، اند ان فرونت التيب اوف ذا كوكسكس، صح؟ حلو قوي، يبقى كل دول posterior relation. طب عندك دليل تاني ليا؟ اصل الناس فاكره ان ده بعيد شويه، فاهمين؟ فاكرين ان السيكرال بلكسس دي بعيده، لا مش بعيده، مش بعيده بدليل ايه؟ انا قلت لك ورايا مين؟ ورايا posterior relation عضلات مين؟ البايريفورمز اللي طالعه من الميدل 3 سيكرال بيسز قدامك اهي، والكوكسيجيس، وبقتنا من قدام الليفيتور اناي الجزء اللي هيلف اللي قلت لك البيوبوريكتالز، فاهمين؟ كل ده كده اوكيوبايد بالريكتم وهو واخد الكونكافيتي، بس ما فيش رسمه نقدر نجيب فيها الريكتم انتي انترو بوستيريور ولاترال، لازم كل مره اجيبه لك من حته، يجيبه لك لاترال، يجيبه لك انترو بوستيريور، فاهمين الفكره؟ ما اقدرش ابص عليه من ورا ومن قدام ومن لاترال لانه واخد كيرفز في ثلاثه دايركشنز، فاهمين الفكره؟ طيب يبقى ورايا مين؟ افتكر لي برضو كلمه سيكرم، سيكرال سيمباثيتك تشين، احمدك يا رب. سيكرال سيمباثيتك تشين تفكرك بالجانجليون امبار، وبعدين سيكرال بلكسس، حلو قوي. قلت لك ما تنس يعني ما تستخسرش في وقتك، ما تستخسرش في الريكتم، تضيع وقتك في الريليشنز، هو مش تضيع وقت ولا حاجه، ماشي؟ طيب كله في ميزان حسناتك، ابارت فروم في الامتحان او مش في الامتحان، قعدتك على الكتاب دي في ميزان حسناتك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، انت كده بتعمل طريق للجنه وانت قاعد بتذاكر، تخيل دنيا واخره، بقول لك الطب ده بتاع كله، ماشي؟ جمع لي بقى كده معلش الاستراكشرز كلها مع بعضها، ورايا بونز وليجامنتس قطعيه واحده كده، سيكرام ميدل ثلاثه سيكرال بيسز وكوكسكس وانو كوكسجيا الريفي، ورايا عضلات بايريفورمز وكوكسجيس وليفيتور انون، ورايا فيسلز ميديان سيكرال واللاترال سيكرال اللي قلت لك اتقسموا عشان يدخلوا في الانتيريور سيكرال فورامينا، ماشي الكلام؟ ومين يا ولاد تاني؟ والسوبيريور ريكتال مش مرسوم هنا؟ ماشي، والسوبيريور ريكتال انتوا عارفينه صح؟ ماشي من فوق كده وماشي على البوستيريور سيرفيس بتاع الريكتم وبيتقسم لتو برانشز، ماشي. ورايا نيرفس، مين النيرفس اللي ورايا؟ سيكرال سيمباثيتك تشين اللي هيعملوا الجانجليون امبار وسيكرال بلكسس، ماشي؟ سهل قوي الريليشنز، مش صعب بس محتاجه سنه مجهود. معلش يا ولاد استنوا البتاع هنك، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا كده خلصنا الانتيريور ريليشن واللاترال، خلصنا اسفل الانتيريور ريليشن والبوستيريور ريليشن، وقسمناهم زي ما قلت لك ابر تو ثيردز دول اللي فيهم بيريتونيوم، عشان بيريتونيوم فوق قدامه على الجناب، شايف قدامه على الجناب، بس مش عارفه اجيب لك طبعا الجناب كلها، ومن تحت قدام بس. طب تعالى لي لللاترال ريليشن، قسمناهم ابر تو ثيردز ولا ابر وان ثيرد؟ طب انت دقيقه كده، اصل والله العظيم مهم في الامتحان، هو لو مش مهم انا كنت قلت لك مشي لي يا عم تو ثيردز بوان ثيرد ما فرقتش، مش هي دي يعني اللي هتعملني، انما لا في الحاجه الخطر بقول لك دي خطر، انجوين الكنال لا معلش لازم لاترال وان ثيرد، ما ينفعش تقول لي لاترال هاف، ماشي؟ فالحاجه اللي بقول لك مشي حالك مشي حالك، الحاجه الخطر خطر ريكتم ان ديتيل، ماشي؟ طيب lateral relation upper one third ولور two thirds، ماشي الكلام؟ ليه upper one third؟ ليه؟ لانه فوق ال upper one third بس ده هو اللي covered بالperitoneum من السايدز. طيب upper one third ده عامل لي ايه؟ عامل لي فصه كده جنبي جنب الريكتم اسمها pararectal fossa، اسمها ايه دكاتره؟ pararectal fossa، حلو جدا. طيب اللور وان ثيرد بقى في ايه؟ اللور تو ثيردز في ايه يا ترى؟
قال لك في العضله اللي اسمها كوكسيجيس. الله، انا مش كنت قايل الكوكسيجيس دي بوستيريور ريليشن؟ ما هي لفه معايا على الجنب شويه، فعامله لي لاترال ريليشن. حلو قوي. وليفيتور ايناي، الله، طب مش الليفيتور ايناي دي انا كنت حاططها بوستيريور ريليشن؟ ما هي لفه معايا بالجنب، فعامله لي لاترال ريليشن للور تو ثيردز. واهم لاترال ريليشن اوعى تنساها، inferior hypogastric plexus، حاجة في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. لو أنا بصيت كده على lateral relation of the rectum ألاقي plexus of nerves، اوعى تنساها، inferior hypogastric plexus في منتهى الأهمية. يبقى الحاجات اللي أنا حطيتها posterior هرجع احطها تاني لاترال، احط منهم اتنين اللي مكملين معايا بالجنب. انتوا عارفين يا اولاد الفلور بتاع البلفس ده مايل كده لفوق، صح؟ مش انتوا عارفين الحكايه دي؟ مايل، بص كده معايا، بص للرسمه دي، الفلور مايل معايا كده، صح؟ مايل معايا. فالعضلات دي انا بحطها، بحط الليفيتور ايناي دي لاترال ريليشن، ماشي الكلام؟ وبحط الكوكسيجيس لاترال ريليشن، ماشي؟ يبقى كوكسيجيس لاترال ريليشن، ليفيتور ايناي لاترال ريليشن، وخطر خطر خطر انفيريور هايبوجاستريك بليكسس، ماشي الكلام. تعال لي بقى على الريكتال ميوكوزا. احنا كده شفنا الريكتم من السايدز وشفنا الريكتم من قدام ومن ورا. تعال لي شفنا ريليشنز حواليه، تعال بقى افتح الريكتم وبص جواه زي ما فتحنا السيكم وبصينا جواه. قال لك هفتح الريكتم ابص جواه الاقي ايه؟ الاقي نوعين من الفولدز في الميوكوزا. حلو قوي. فولدز لونجيتيودينال فولدز، ما بتفكركش بحاجه دي؟ اه والله بتفكرني باللونجيتيودينال فولدز اللي انا كنت شفتها على الليسر كيرفيتشر بتاعه الاستومك. فاكر لما قلت لك الونج الليسر كيرفيتشر بتبقى الفولدز بتاعه الاستومك لونجيتيودينال، ولما نبعد عن الليسر كيرفيتشر بتبقى الفولدس الريجولر؟ هي دي برضو نفس القصه. افهمها لي، لو انت فهمتها مش هتحتاج تحفظها ولا هتحتاج تتلخبط في الام سي كيو. الفولدس اللونجيتيودينال دي عباره عن ايه؟ عباره عن فولدس ان ميوكوزا، زي ما قلت لك زمان كانك جبت المروحه اللي احنا بنعملها في الكلاس لما نبقى حرانين ومش لاقيين حاجه دي، ونقوم مطبقين كده، فاكرين اللي كنا بنعملها زمان، ونقعد نهوي كده والميس واقفه، ماشي؟ هي دي الميوكوزا الفولدس. ميوكوزا مالك عماله تقولي ميوكوزا ميوكوزا؟ اصلا ما فيهاش عضلات خالص، هي عباره عن ميوكوزا. طب فكر لي اللونجيتيودينال ميوكوزا الفولدس دي اللي هي ميوكوزا، يوم ما الريكتم ده يبقى ديستندد بالستول ايه اللي يحصل فيها؟ تتفرد. ايه السؤال العجيب ده؟ يعني ديسابير اون ديستنشن؟ اه ديسابير اون ديستنشن، لانها ميوكوزا فهتتفرد. طب ليه انت بتعملي ستريسنج على النقطه دي؟ اصل في فولدز ثانيه اللي انت شايفها دي اسمها ترانسفيرس فولدز. الترانسفيرس فولدز دي عباره عن ان شاء الله عن ميوكوزا تحتها ثيكند ماسل لاير. طب ركز معايا، يوم لما الكولون ده يبقى ديستندد بالستول ايه اللي يحصل للماسلز دي؟ قال لك هي اي عضله تبقى ستريتشد، اي عضله تبقى ستريتش تتحط اندر تنشن ايه اللي يحصل فيها؟ يحصل فيها ريفلكس كونتراكشن، صح؟ مش اي عضله تشد يحصل فيها ريفلكس كونتراكشن. اه فبالتالي لما انا ادستند الكولون بالستول الترانسفيرس فولدز دي تبقى بروميننت اكتر، اه تاخد وضع ريفلكس لي، تبقى كونتراكتد، ما هي عضلات، صح؟ فايه اللي يحصل لها مع الديستنشن؟ تبقى مور بروميننت. يبقى عشان الام سي كيو انت لو فاهمها خلاص انتهى. لونجيتيودينال فولدس تكتب بايدك في الكتاب فولدس ان ميوكوزا اونلي زي ما انا كاتبه لك كده، فبالتالي هتديسابير اون ديستنشن، صح؟ وبالتالي تبقى اوضح ما يكون لما الريكتم يبقى امتي عشان الام سي كيو. طيب والترانسفيرس فولدس تكتب لي برضو في كتابك كده، مش عارفه كاتبها لك هنا ولا بعد كده، دول عبارة عن إيه؟ عن ميوكس ممبرين تحته ميوكوزال، تحت الميوكس ممبرين ماسل لاير، سيركيولار ماسل لاير، وبالتالي الماسل لما تبقى ستريتشد تدخل في كونتراكشن، فبالتالي يبقوا مور بروميننت مع الديستنشن،
ماشي الكلام، يبقوا مور ماركت مع الديستنشن. ماشي طيب، ايه اخبار بقى الترانسفيرس فولدز دي؟ حاجه مهمه، هي انت عارف هي مهمه ليه؟ لنفس السبب اللي انا قلت لك قبل كده بتاع الكيرفيتشر، ان انت هتدخل هنا سيجمويدوسكوب وهتدخل اندر اليومينيشن بروكتوسكوب. بروكتو قلت لك يعني ريكتم، خد بالك ابوس ايدك لحسن تنجر واحد من الميوكوزال فولدز دي. ليه؟ من اسفه، من الترانسفيرس فولدز دي، هي مش ميوكوزال، ماشي، من الترانسفيرس فولدز دي، لان هي ميوكوزا تحتها ماصل. ليه هو انا محتاجها؟ محتاج الترانسفيرس فولدز دي؟ محتاجها، هتعرف بعد كده ليه، سبحان الله. تمام طيب، قولي لي الاول بقى هم عددهم كام وبتاع، الموضوع شكله كده ايه كبير. عددهم 3 فولدز، وفي كتب كتير قوي بيبقوا 4، بس احنا في كتابنا سبحان الله هم 3. ماشي الكلام. طيب مين هم الثلاثة فولدز دول؟ اول واحد عند البيجينينج بتاع الريكتم، ريكتو سيجمويد جانكشن. ماشي الكلام، سهل قوي، طبيعي قوي، اول ما الحاجه بتبدا المرحله الترانزيشنال دي ما بين سيجمويد كولون وما بين ريكتم، بنغير نفسنا من زي ما قلت لك سيركيليشن وهوستريشن اللي ما فيش بره، في تينيا كولاي هنا ما فيش، ابنديسيس السفا هنا ما فيش، زي ما قلت لك في تينيا كولاي 3 بندس هنا بدا نتفرد في مرحله ترانزيشنال، فبالتالي يظهر لي عندها اول ميوكوزا الفولد، او انا اسف اول ترانسفيرس فولد اللي هو مين؟ السوبيريور فولد. انا بقول بس كلمه ميوكوزا فولد لان هم دايما بيعبر عنهم بكلمه ميوكوزا فولد ويكتبوا لونجيتيودنال وترانسفيرس. ماشي طيب، يبقى ده اول سوبيريور فولد عشان ايه نخلص. ماشي طيب، قال لك ده طالع منين؟ من الليفت سايد. جميل، تاني واحد ركز معايا، اهم واحد، اهم واحد، ماشي، اللي هو مين؟ الميدل فولد. الميدل فولد ده جاي لي منين؟ جاي لي من الرايت سايد. ماشي حلو، جاي لي من الرايت سايد فوق المنطقه الواسعه في الريكتم اللي انت قلت لنا عليها اللي اسمها امبولا اوف ذا ريكتم، مكان واسع في الريكتم من تحت. ساعه ما قلت لك انت شايف المكان الواسع ده، ده مش سكيوليشن ولا هوستريشن، فاكر ما قلت لك كده في الاول ولا مش فاكر؟ نفكر نفسنا بيها كده، ربنا يذكرنا. بسم الله كده، اطلع بس بالراحه. بص، فاكر لما قلت لك المكان ده كده عباره عن حاجه اسمها امبولا اوف ذا ريكتم؟ اوعى تفتكر لي ده سكيوليشن ولا هوستريشن، ده عباره عن، قلت لك سكيوليشن يعني تينيا كولاي اقصر، ما بيبقاش عندي خلاص تينيا كولاي اتفردت اهي كلها على سطح الريكتم، صح؟ فعمل لي في مكان واسع اسمه امبولا اوف ذا ريكتم. ايه اللي عامل الامبولا دي؟ ان عندي اكسترنال انال سفنكتر قافل، فيوم ما الستول يتجمع هيتجمع لي في الامبولا اوف ذا ريكتم دي يعمل لي دايلاتيشن، صح؟ يبقى ده المكان اللي اسمه امبولا اوف ذا ريكتم. فوق ومن على الرايت سايد يظهر لي اهم، اللارجست في الام سي كيو، الموست امبورتنت في الام سي كيو، اهم ترانسفيرس فولد، الميدل ترانسفيرس فولد. طب ركز معايا يا دكتور، يا دكتور مش يا طالب، يا دكتور يا اللي ناوي تطلع دكتور، طالما الرايت ميوكوزال فولد اللي انت بتقولنا عليه ذا موست امبورتنت وموست كونستنت، ايه موست كونستنت دي؟ مش مريحاني، اصل في حاجات مش كونستنت، عشان كده انا ايه قلت لك في الكتاب عندنا هم 3 وفي معظم الكتب 4، في حاجات بتبقى انكونستنت هقول لك عليها بعد شوي. الموست كونستنت واللارجست والموست امبورتنت جاي لي من على الرايت سايد، يبقى انت يوم ما تنيم العيان يا دكتور يا اللي ناوي تطلع دكتور، بتنيم العيان على انه بوزيشن؟ في الليفت لاترال بوزيشن. شفتوا قبل كده عيان بيعمل بي ار؟ هتشوفه ان شاء الله في سنه 6. ماشي، وانت في امتياز تشوف الدكتور الجراحه بينيم العيان يقول له نام على جنبك الشمال. ليه؟ وممكن ما يكونش عارف، على فكره ممكن يكون لسه نايب صغير كده لسه ما لحقش يذاكر ولا حاجه، هو اتدرب على دماغه كده في سنه 6 خرج رموه في الاستقبال على طول، بس شاف نايب الجراحه دايما بيقول لعين البي ار نام على جنبك الشمال، فبقى ينيم هو كمان على جنبه الشمال. ماشي عادي، يعني ممكن بقى ما يذاكر بقى وهو داخل الامتحان يعرف ان في هنا ايه
ميدل ميوكوزا الفولد اللارجست وموست امبورتنت وموست كونستنت، اوعي يا دكتور ناوي تطلع دكتور تجرحه. فعشان كده نيم العيان على الجنب الشمال وانت بتعمل ريكتال ووشنج، وانت بتدخل بروكتوسكوب، وانت بتدخل سيجمويدوسكوب، وانت بتفحص العيان بي ار بتنيمه على جنبه الشمال. ماشي حلو. بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان ما تنسريش ان ده طالع من الرايت سايد. خلاص طيب الثالث بيطلع من الليفت سايد. بص بقى ليه كلمه موست كونستانت دي؟ عشان ممكن واحد زياده يظهر لي بين الفيرست والايه، بين السوبيرور والميدل ده، وممكن واحد زياده اللي هو اللي تحت ده اللي هو اصلا موجود ده ممكن ما يبقاش موجود عادي. خلاص يبقى الاساسيين قوي دول، وده الموست كونستانت على فكره. ليفت رايت ليفت. قال لك طب ايه الحكمه؟ لو انت بقى بتحب كده يعني تبص لحكمه ربنا في الحاجات، بيقول لك ان سبحان الله التجزئه بتاعه الريكتم من جوه دي بتقسم الكولم بتاع الاستول. الاستول ده يا ولاد بيبقى حاجه هارد، فاهمه؟ مش زي الـ ايه لما كان فلويد انكونسستنسي وهو ماشي لسه في الكولون، صح؟ فبالتالي انا ما اقدرش احط تقل الكولم بتاع الاستول ده كله على ليفيتور ايناي، بيردن جامد قوي عليها، صح؟ ما اقدرش احط الهيفي كولم من الاستول ده على بيرينيوم، تمام؟ تسمعوا يا عيني العيانين اللي بيجي لهم ايه؟ فاجينال برولابس ويوتر يوترس برولابس، يحصل لها ايه؟ يقع اليوترس بتاعها، يقع من كتر التقل بتاعه، صح؟ من كتر ضعف العضلات بتاعتها مع ريبيتد بريجنسي. مش معقول ان انا اعرض البشر كلهم لايه؟ لان هم الريكتوم بتاعهم يحصل لهم ريكتال برولابس بسبب كولمن اوف ستول، يعني مش منظر، صح؟ طيب يبقى ايه الحل؟ سبحان الله ربنا عمل الايه؟ الشلفز دي، الفولدز دي، عشان تقسم هنا الكولم نوفستول يسند هنا، بقيه الكولم نوفستول يسند هنا، بقيه الكولم نوفستول يسند هنا، فاهمين الفكره؟ تاني حاجه ناس بتقول لك ده بديل عن السيركيوليشن والهوستريشن، وكمان حاجه تفصل لي الجازس عن الستولز، فاهمين الفكره؟ ممكن الواحد يباس جازس ويفضل محتفظ بالستول في انفيفرابل سيركمستانسز، مش عارف يدخل التويليت، ماشي؟ فسبحان الله يعني لله في خلقه شؤون. وعلى فكره دي كلها حاجات هم بيحطوها ثيوريز، ليه ربنا خلق الميكوسا فولدز دي؟ مش معقول، ماشي؟ دي حاجه اصلا تعباهم عشان الانترنج بتاع الريكتوسكوب تعباهم جدا، مش يعني عارف، مش مبسوطين منها، فاهمني؟ طيب اسمهم ايه في الكتب الكبيره؟ وهتسمع الكلمه دي كتير، وبرضه يعني دي بقى مش يعني دي 70% من دكاتره الانتومي عارفينها، هاستونز فيلفز، ماشي؟ هاستون ده كاني بقول بيت زي هاوس كده، اتش او يو اس، انا كاتباها لك بس مش مكتوبه في الكتاب. هاوس بس مش هنحط الاي، وتون كده، ماشي؟ دول كلهم على بعض، الفيلم كله على بعض، ماشي الكلام؟ طيب بص، ريدوبليكيشن اوف ميوكس ممبرين في سب ميوكوزا وثيكنينج اوف سيركيولر ماسل فايبر، ده الفرق الرئيسي بينها وبين مين؟ الفرق الرئيسي بينها وبين اللونجيتيودنس ميوكوزا الفولس. خلاص؟ حلو قوي. يبقى تو سم اب، واحد فوق الأمبولة، ماشي الكلام؟ واحد هو اللارجست وهو الموست كونستانت، حلو قوي، واللي من الرايت سايد، واحد عند البيجينينج جاي من الليفت سايد، ماشي الكلام؟ عند الريكتو سيجمويد جنكشن، عايز تبدأ بيجينينج مفيش مشكلة بيجينينج، والانفيرور ده إيه؟ حاجة انكونستانت، ماشي الكلام؟ يبقى واحد ليفت سايد، واحد في النص، واحد حتى التالت مش راسمه لك كمان. ده البي ار اكزامينشن، عشان هبقى انقل لكم الصوره. ده البي ار اكزامينشن قلت لك عليه، بحس ايه بالبي ار اكزامينشن؟ استنى الايميل سفنكتر واجي بروستيت وبلبوم سابينس وحاجات زي كده، ماشي؟ هنا سيمينال فيسكيز اهي باينه وبدايه الفظه ديفرنشال. تعالى لي بقى للبلاد سبلاي بتاع الريكتم. البلاد سبلاي بتاع الريكتم جاي له منين؟ طبعا يا دكتور يلي ناوي تطلع دكتور الفينس درينج مهم، يا طالب يا اللي ناوي تطلع طالب وتطلع الاول على الدفعه، بلاد سبلاي اول ما يقابلك في الورقه تكتب لي ارتيريال سبلاي فينوس درين، ماشي الكلام؟ طيب البلاد سبلاي بتاع الريكتم ده عباره عن ايه؟ ثلاثه ريكتال ارتريس، سمعنا عنهم قبل كده، سوبيريور ريكتال، ميدل ريكتال، انفيريور ريكتال. تعال لي كده قول لي ايه معلوماتك عن كل واحد فيهم.
سوبيريور ريكتال ما فيهوش ولا معلومه جديده. ليه؟ ده الكونتينيو. بص انا جبت لك نفس الرسمه اللي هناك، شربط لك الاحداث بس مش اكتر. جبت كده الصوره دي كوبي بيست من اللي انا كنت عاملاه لك في برانشات الايه انفيرو ميزنتيريك. ده عباره عن الكونتينيوشن بتاع الانفيرو ميزنتيريك اللي عدى على الليفت كومان ايليا وغير اسمه من انفيرو ميزنتيريك لمين؟ لسوبيريور ريكتال. يعدي جوه انهي ليمب؟ بقول لك كلام مش محتاج مذاكره. انت بتذاكر حاجه مره واحده وبتقلب الابدومين دي، بتتقلب صفحات ورا بعضها كده ماشي. الريكتم انا مضيعه فيه وقتي لانه مهم، عماله اهري 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 لانه مهم، ريليشن مهمه ماشي الكلام. طيب ماشي فين؟ ماشي في الميديال ليمب بتاع السيجمويد ميزوكون. حلو قوي. اول ما يمشي في الميديال ليمب بتاع السيجمويد ميزوكون ده لحد فين؟ معلش لحد الثيرد سيكرال بيس. ليه؟ اصل ده اخر الميديا الليمب، ما انا ذاكرت خلاص الحمد لله ماشي. وبعدين هيعمل ايه؟ هيدخل في الباك بتاع الريكتوم، يتقسم لتو برانشز، يخرموا الريكتوم من ورا. المعلومه الجديده الوحيده يسبلاي الميوكس ميمبرين. الحقيقه الحقيقه هي مش جديده. ليه؟ اصل ده ارتري مين؟ الهايند جت. وجت دي يعني ايه؟ جت دي يعني ميوكوزا. فاهمين الفكره؟ يعني انا بسبلاي البلاد سبلاي ده الميوكوزا بتاعت الجوجنم، انا بسبلاي البلاد سبلاي ده لمين؟ وبسحب فينس درينج منين؟ من الميوكوزا بتاعت الايليوم والميوكوزا بتاعت الكولون. فاهمين الفكره؟ انا مش دايركت ناحيه الماسل، انا دايركت ناحيه الميوكوزا. امال احنا اول مره نسمع منك يعني كلمه ميوكوزا دي؟ اصل خلي بالك الارتري اللي اسمه ميدل ريكتال هيسبلاي نفس الحاجات اللي بيسبلايها السوبيرور ريكتال، بس مش ايه؟ مش ميوكوزا، ماسل ماشي الكلام. والارتري اللي اسمه انفيريور ريكتال زي ما هنشوف كده هيسبلاي مين؟ هيسبلاي ماسل. انتوا فاهمين يا ولاد اللي انا بقوله؟ امال انا ليه ما سمعتش منك كلمه ميوكوزا في الابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك والميدل كوليك والرايت كوليك والايليو كوليك والحاجات دي؟ ما سمعتش، لان كل دول ميوكوزا. فاهمين الفكره؟ طيب يبقى ده عشان ميوكوزا، عشان جت، عشان ما تنساش في الامتحان ابوس ايدك بيسبلاي الميوكوزا بتاعت البوستيرور بارت اوف ذا ريكت. الفيلم اللي حكيته ملايين المرات. يا رب صبرني يا رب يا ويس صبرني. ماشي القصه اللي حكيتها لك ملايين المرات ماشي. يرجع ورا اهو، ده مين؟ انفيرو ميزنتريك، عشان احنا فوق عدينا الليفت كومن ايليا غيرنا اسمنا بقينا اسمنا مين؟ سوبيريور ريكت. حلو جدا. اتقسمنا لتو برانشز، خرمنا الريكتوم من ورا، اصل انا هايند جات. بما اني هايند جات يبقى انا مسموح لي اسبلاي لحد فين؟ مسموح لي اسبلاي الريكتم والابر بارت بتاع الانال كانال، صح كده؟ هل مسموح لي اعدي؟ لا، لان بعد كده ما بقيناش جات بقى، خلاص الموضوع انتهى. انا بقيت تبع السكين لور هاف اوف انال كانال، ده اكتوديرم، ده انا بقيت تبع السكين مش معايا خالص، مش جات خالص. ماشي الكلام؟ حلو. يبقى انا هقف لحد فين؟ لحد الايه؟ الابر هاف بتاع الانال كانال. ممكن تقول لي السوبيريور ريكتال كان بيانستوموز مع مين المره اللي فاتت؟ مع الانفيريور ليفت كوليك، صح؟ مش احنا قلنا كده؟ البرانشز بتاعت الانفيريور ليفت كوليك دي هتانستوموز مع السوبيريور ريكتال. حلو. طب ده من فوق، طب وهي انستوموز مع مين من تحت؟ مع الانفيريور ريكتال. ايه ده؟ طب والميدل ريكتال مالك عدتيه كده ليه؟ اصله may be present may be absent، مش الكلام؟ يبقى لما تلاقي في الكتاب ان السوبيريور ريكتال مره كاتبين، عشان في كذا حد جه قال لي ده مره في الكتاب كاتبين كذا مع كذا وراجعين كاتبينه كذا مع كذا، لما تلاقيني في الكتاب برضو هنا كاتبين مره في الكتاب في السوبيريور ريكتال هناك لما كان بيشرح السوبيريور ريكتال وهو بيشرح الانفيرور ميزنتريك قال لك ده انستوموز مع الميدل ريكتال والانفيرور ريكتال، ماشي. هنا كاتب لك لا ده هي انستوموز مع الانفيرور ريكتال، اصل الميدل ريكتال مي بي ابسنت، ممكن ما يكونش موجود. فكده شغال وكده شغال،
ماشي. طيب كده معلومات السبيرو ريكتال دي بالذمه فيها حاجه زياده غير بس كلمه ميوكس ممبرين عشان تعرف لي يعني ميوكوزا عشان تعرف لي بس ان الميد ريكتال بيسبلاي مصر؟ مش مفيش ولا معلومه زياده، فالكلام سهل. ماشي يا اولاد، يبقى دي السبيرو ريكتال اللي اتقسم لي التو برانش زي الفل. تعالى لي لمين بقى بعد كده؟ للميد ريكتال. انا برضو باصص كده ازاي بوستيريور فيو، هوريه لك بس هنا مره كده انتيريور فيو. الميد ريكتال ده ميد ريكتال على الناحيه اليمين، وفي اخوه ميد ريكتال على الناحيه الشمال. ماشي الكلام؟ يعني الناس الجدعه والله نفسي في معلمين، نفسي الاقي حد معلم كده يقول لي الريكتم ده ليه كام ارتري بيغذوه، يقول لي خمسه، اقول له خمسه ازاي يا ابني؟ مش كل ارتري على اليمين في زيه على الشمال؟ يقول لي لا، ده هو انفيرو ميزنتريك واحد وفي اتنين، ده هو واحد بس يعدي ورا الريكتم. اه بس بيتقسم اتنين بس، هو انفيرو ميزنتريك واحد صح؟ اللي هو بقيته بقى سوبيرو ريكتال يعني. انما ميدل ريكتال في ميدل ريكتال يمين وميدل ريكتال شمال، انفيرو ريكتال في انفيرو ريكتال يمين وانفيرو ريكتال شمال، فاهمين الفكره؟ طيب قال لك ده كده ارتري اسمه ايه؟ انترنال ايليا صح؟ خارج من ارتري اسمه كومن ايليا، خارج من ارتري اسمه اورتا. اورتا تقسم كومن ايليا، كومن ايليا تقسم اكسترنال وانترنال. انترنال ايليا بعت لي ارتري اسمه ميدل ريكتال، ميدل ريكتال على اليمين، ميدل ريكتال على الشمال، ده من قدام ماشي. السكرم ورايا اهو، من ورا اقدر اشوفه من ورا. طب ليه عايزه تجيبيه من ورا؟ مكان قدام زي الفل ماشي، ليه لازم تلخبطينا؟ لا اصل انا عايزه اجيبه لك من ورا عشان اقول لك ان اهو ده انترنال ايليك وده اكسترنال ايليك. خلاص بقى معلش، انت عارف ان ده ورا، فاحنا كده جوه البلفس ماشي. رايح يسبلاي الماسل لاير، الماسل لاير ماشي الكلام، بتاعه الريكتم، بتاعه نص الريكتم واخر الريكتم وهكذا ماشي. جاي منين؟ من الانتيريور ديفيجن بتاع الايه؟ الانترنال ايليك. طبعا الناس اللي فاكره خير وبركه، الناس اللي مش فاكره انتيريور ديفيجن ده اللي بيطلع البرانشز الكتيره حلو، الانتيريور ديفيجن اللي بيطلع الفيسرال برانشز يعني ما بيطلعش بارايتال. الانتيريور ديفيجن بتاع الانترنال ايليك ده اللي كان بيطلع برانشز بارايتال ماشي، اللي هيطلع برانشز فيسرال يعني يروح ليورينري بلادر، يروح للريكتم، يروح للبروستيت، يروح، فاهمين فكره؟ هو الانتيريور ديفيجن ماشي، بيسبلاي الماسل عشان الام سي كيو ماشي الكلام، بتاعت الميدل بارت واللور بارت بتاع الريكتم ماشي الكلام. اسمه ميدل ريكتال، في منه يمين وفي منه شمال. حلو جدا. بص بقى الجمله اللي مكتوبه لك، بيعمل بور اناستوموزيس مع السوبيرور انفيرور ريكتال، اللي هي عايز يقول لك والله العظيم هي بي ابسنت ماشي. طيب تعالى لي الارتري الزياده، الارتري الزياده اسمه ايه؟ انفيرور ريكتال. طب بتقولي عليه زياده ليه؟ اصله بصراحه بيسبلاي اللور هاف بتاع الانال كانال، انا لحد دلوقتي انا كبسمه مش عارفه مين اللي سماه ريكتال الحقيقه يعني، وعشان كده لاست اناتومي قلت لك بتاع لاست بتاع الجراحه اللي بيقول لك انسالي الاناتومي ده خالص وركز لي في الجراحه. الجراحه بتقول لك الارتري ده ما ينفعش يبقى اسمه ريكتال نهائي. ليه يا ترى؟ ده واحد بيسبلاي اللور هاف بتاع الانال كانال والانال سفنكتر، يسمى ريكتال ازاي؟ وده ريكتم لا سمح الله؟ فيقول لك ده ارتري مس نيم، الله يسامح اللي سماه، هو الابي انستوموز مع الميدل والسوبيريور ريكتال، قال لك ده شكله ريكتال كده فسموه انفيريور ريكتال. يبقى انا عمال اقول لك وبص واقول لك ده نوتي ده كذا ده متسمي غلط، عشان ما تنساليش ان الانفيريور ريكتال مش بيسبلاي ريكتال ماشي، بيسبلاي لور هاف اوف انال كانال اللي هو الحقيقه مش ريكتم خالص ولا جت خالص ماشي الكلام، والانال سفنكتر ماشي. ده برانش من مين؟ برانش من الانترنال بيودندال ارتري ماشي. حاول بس اشوفه لك كده، كان موجود في الرسمه اللي فوق. ايوه دي لطيفه جدا ما شاء الله. بص شايف الارتري ده؟ حاول ترجع برضو بالذاكره لورا معلش دقايق كده. كان في عضله اسمها اوبتيوريتور انترنس، فاكر حاجه زي كده؟ كان في فشيه جواها كده او كفرنج بتبقى اسمها الفشيه بتاعه الاوبتيوريتور انترنس، تعملها كفرج كده. الفشيه دي تتقسم من النص كده وتعمل لي كانال اسمها بيودندال كانال ماشي الكلام، يعدي فيها ارتري كده كان اسمه انترنال بيودندال ارتري لو فاكر. فاكر مش فاكر خلاص ما تزعلش نفسك ماشي. انترنال بيودندال ارتري يمشي جوه البيودندال كانال، وهو جوه البيودندال كانال يبعت لي الارتري ده. اكيد انت شفت المنظر ده زمان بس ناسيه ماشي، يبعت لي الارتري ده، الارتري ده اسمه inferior rectal artery
بيهوبش ناحية الريكتم نهائي، يروح يسبلاي لور هاف اوف انال كانال واكسترنال انال سفينج. ماشي الكلام؟ يبقى انترنال بيودنتال طلع لي انفيريور ريكتال سبلايد اللور بارت بتاع الانال. ماشي يا ولاد؟ مس نومر ونوتي وما ينفعناش في اي حاجه. بص بقى الجمله اللي كاتبها لك، ده هيروح يسبلاي يا اناستوموز مع السوبيريور ريكتال. طب مالك عديت الميدل كده ليه؟ اصله مي بي ابس. ماشي الكلام يا ولاد؟ يبقى كله شغال، انفيريور اناستوموز مع سوبيريور شغال، سوبيريور المره اللي فاتت مكتوبه اناستوموز مع ميدل وانفيريور شغال، سوبيريور اناستوموز مع انفيريور شغال. اهم حاجه بص ايدك ما تنسانيش كل، ما تقعدش بقى تخط لي في تفاصيل وتعملي مناقشات بيزنطيه وفي الاخر ما تعرف ما تنسى في الامتحان تكتب السوبيريور، ان السوبيريور ريكتال ده بقيه الانفيريور ميزنتريك، وان الميدل ريكتال دي المعلومه اللي انا فاتحه الورقه بدور عليها. انا مش بدور انت بتكتب لي بأناستوموز مع مين، انا فاتحه الورقه انا عايزه اخلص الدفعه دي كلها قدامي كوم ورق قد كده نفسي اخلصه، بفتح الورقه بدور على كي وورد، عايزه اما ابص في البلاد سبلاي الاقي مكتوب ان السوبيريور ريكتال ده كونتينيوشن بتاع انفيرو ميزنتريك، والاقي مكتوب ان الميدل ريكتال ده برانش من الانترنال ايليك، والاقي مكتوب ان الانفيرو ريكتال ده برانش من الانترنال بيودنت. بس هلاقي كده هديك يا ابني الدرجات الايه الارتيريال سبلاي. خلاص عايز ترغي شويه في السوبيريور ريكتال، معلوماتك القديمه اللي انت حافظها صم زي اسمك اكتب، وقتك يسمح اكتب، كل ما وقتك يسمح اكتب. لطيف جدا الورقه المليانه دي لطيفه جدا، بس ما تفقدليش حاجه كبيره، ما تفقدليش عنوان، ما تندمجش في سؤال وتفقد لي سؤال، ما تفقدليش اسم ارتري، ما تفقدليش الارتري ده برانش من انه ارتري. ماشي الكلام؟ طيب فينوس درينج مفيش ولا كلمه زياده. ماشي الفينوس درينج ولا كلمه زياده، ليه؟ خدته بالتفصيل في البورتو سيستميك اناستوموس. تعالى معايا سوبيريور ريكتال فين، ده كونتينيوشن بتاع مين؟ بتاع الانفيريور ريكتال فين اللي انا كتبت اسمك عليه في الورقه في الكتاب، قلت لك اوعى تنسى يا محمد ان التريبيوتريز بتاع السبلينيك فين هم الكوريسبوندنج للبرانشز بتاعت الارتريز، زائد يا محمد الانفيريور ميزنتريك فين اللي بيعدي على الليفت كومان الياك فين ويغير اسمه، بس طبعا بالعكس. ماشي الكلام؟ يعني اقول السوبيريور ريكتال فين عدى على الليفت كومان الياك وبالتالي غير اسمه بقى اسمه انفيريور ميزنتريك، انا راجع بالعكس. ماشي الكلام؟ اهم حاجه في الورقه ان انا الاقي ان السوبيريور ريكتال فين بيكمل بانفيريور ميزنتريك فين. احمدك يا رب. هيخلص سبلينيك والسبلينيك يجوين السوبيريور ميزنتريك والسوبيريور ميزنتريك يعمل لي بورتال، يعني بورتال سيركيوليشن. ايوه. طب تعالى لي للميدل ريكتال، الميدل ريكتال فين هيرجع، معلش ممكن تفكرني كده عشان ما انذكرش، ممكن تقول لي الميدل ريكتال ارتري كان بيرجع في انه ارتري؟ انترنال اليك ارتري. طيب الميدل ريكتال فين هيرجع في الانترنال الياك فين. احمدك يا رب واشكر فضلك. طب عشان انا برضو ذاكرتي ضعيف، ممكن تقول لي الانفيريور ريكتال ارتري كان بيرجع، الانفيريور ريكتال ارتري كان بيرجع مع انه ارتري؟ مع الانترنال بيودندال ارتري. ماشي الكلام؟ فعشان كده الانترنال الياك فين بيرجع مع الانفيريور ريكتال فين، اسفه، بيرجع مع الانترنال بيودندال فين. ماشي الكلام؟ يعني بورتو سيستميك اناستوموزس، يعني كلام المره اللي فاتت، اقفل اعمل بورتال هايبرتنشن، الدم مش عارف يرجع، هيرجع ازاي؟ ما قداموش غير انه يرجع من السكه السيستميك، يفتح الاناستوموزس بين الارتريس في الصب ميوكوز عشان يرجع سيستميك، السكه دي مقفوله عندي، يحصل اناستوموزس بين السوبيريور ريكتال البورتال اللي عنده المشكله، يفتح مع الميدل والانفيريور ريكتال اللي هيفتحوا في الانترنال الياك فين، صح؟ ما هو انترنال بيودندال، بعد كده هيبقى ايه؟ انترنال الياك، وبعدين internal iliac join external iliac يبقى common iliac يبقى inferior vena cava systemic، اهو رجعنا systemic circulation. porto systemic anastomosis فتحناها،
دايليتد وترشوس، وبعدين تعمل للعيان بايلز، البايلز تنفجر، تعمل للعيان بليدنج بيركت. ماشي. السيناريو الهري اللي هريته في البورتو سيستميك انستموزس، عندك وقت في الامتحان اهري تاني عادي، عادي خالص. ماشي. از لونج از الوقت بيحكمك، ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تندمج لي في سؤال. معلوماتك كتير على فكره، معلوماتك اكتر من معلومات الكتاب بكتير. انت دلوقتي انت برنس دلوقتي، انت عارف دلوقتي معلومات اكتر من مكتوب في الكتاب دي بكتير، وتقدر تكتب اكتر من مكتوب في الكتاب ده بكتير. ماشي. بس ما تسرحليش وتسيب لي سؤال، ولا تسرح لي وتسيب لي برانش، ولا تسرح لي وتسيب لي ارتيريال سبلاي وتنسى لي فينس درينج، ولا تسرح لي وتكتب لي ريليشن في الميل وتنسى ريليشن في الفيميل، ولا تسرح لي وتكتب لي انتيرو بوستيرو ريليشن وتنسى لي لاترال ريليشن. ماشي. كلامي واضح اهو؟ رتب لي الورقه وبعد كده انت ووقتك. ماشي. طيب يا ما شفنا ناس والله العظيم A1 A1 في الورقه، وسؤال ما لحقش يكتبه، هيعمل ايه طيب؟ هيعمل ايه؟ ميس مانجمنت للتايم، ما انت عندك وقت. ماشي. رتب لي الورقه، ستف لي الورقه كده عناوين الورقه، الاقي مكتوب كده سوبيريور ريكتال اللي بيصب في انفيرو ميزنتيريك، ميدل ريكتال بيروح انترنال ايليك، انفيرو ريكتال بيروح انترنال بيودنتال. بس ما تكتبليش درينز انتو في الامتحان، اعملي سهم كده، اعملي سهم كده. ماشي. وبعدين عندك وقت، خلصت كمل كمل فيهم، ما عنديش مشكله خالص. ماشي. طيب تعالي لي للليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج نفس الكلام. ايه نفس الكلام دي؟ الابر بارت بتاع الريكتم، معلش ممكن حد يفكرني، هو الابر بارت بتاع الريكتم ده كان بيجي له الارتري اللي اسمه ايه؟ سوبيريور ريكتال، اللي هو بيبقى انفيرور ميزنتريك. ارجع بالليمفاتيك درينج، يعني هنروح للليمفاتيك درينج، تمشي الونج السوبيريور ريكتال فيسلز وتروح للانفيرور ميزنتريك لينف نود. في اسهل من كده؟ في اسهل من كده؟ ان انا بقول لك كلمه سوبيريور ريكتال انفيرور ميزنتريك دي بقى لي ثلاث ايام بقولها، قلتها في الارتري وقلتها في الفين وبرجع اقولها تاني في اللينف نود. ماشي. قلت لك رتب نفسك، لقيت في النص كلمه بارا ريكتال، خلاص هي دي الكلمه الوحيده اللي انا احفظها زياده. يعني ايه؟ يعني الليمفاتيك درينج وهو طالع رايح الونج السوبيريور ريكتال ارتري، يروح لللينف نود اسمها انفيرور ميزنتريك لينف نود، بس هيعدي في النص على حاجه اسمها باراريكتال انفيرو، خلاص زي الفل. تعالى لي لللور بارت بتاع الريكتم والابر هاف بتاع الانال كانال. ليه مالك اسمى لي الانال كانال دي؟ اصلها اندوديرم واكتوديرم. ماشي. طب طالما معلش ممكن تخلصيني من اللور هاف الاكتوديرم ده؟ اللور هاف الاكتوديرم سكين يعني؟ اه سكين يعني. يروح لي سوبرفيشال انجوينال لينف نود. تخيل تخيل سوبرفيشال انجوينال لينف نود، اه حسها تحت السكين بتاع العيان. اه تخيل، شوفوا شوفوا الفرق. انا بتكلم في انفيرور ميزنتريك لينف نود ديبلي هيدن، ما انا بقول لك يا ابني ده حاجه، ده جت وده سكين، ده ميوكوزا وده اكتوديرم، اندوديرم واكتوديرم. ده اللي هو رفوف انا الكلام ده مش تبعنا خالص على فكره، مش تبع الجي اي تي ده خالص. ماشي. طيب يبقى طيب يبقى الاكسترن اللي هو رف بتاع الانال كانال يروح على السكين سوبرفيشال انجوينال لينف نود. ماشي الكلام. اللور هاف بتاع الريكتم والانال كانال هيروح مع الميدل ريكتال. ممكن حد عشان برضه نفس الذاكرات ضعيفه يفكرني الميدل ريكتال ارتري كان بيرجع في مين؟ انترنال ايليك ارتري. طب ممكن حد عشان الذاكره الضعيفه يفكرني الميدل ريكتال فين كان بيرجع على مين؟ انترنال ايليك فين. مفاجاه بالنسبه لك. ماشي. الميدل ريكتال فيسلز هتبعت انترنال ايليك لينف نود. ماشي. كلام سهل ولا صعب؟ الدنيا سهله جدا وموضوع خطر 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 بجد. ماشي. طبعا في الاخر مكتوب لك شويه كلينيكال ابلكيشنز، خد بالك وانت بتدخل السيجمويدوسكوب لاحسن عندك كيرفيتشرز، لاترال كيرفيتشرز وانتروبوستيريور كيرفيتشرز والافلام. عندك وقت في الامتحان اكتب اكتب ان دول ثلاثة لاترال، واكتب نشبة رقم أربعة بالعربي، واكتب إن في واحد على الرايت سايد واثنين على الليفت سايد، واكتب إن في اثنين أنتروبوستيريور وواحد مع السيكرال كيرفيتشر، واحد مع البرينيال كيرفيتشر، واحد كونكيف له قدام، واحد كونكيف. عندك وقت تكتب. بقول لك أنت خلاص دلوقتي بقيت برنس، أنت تكتب اللي أنت عايزه. ماشي. تكتب أكتر من اللي في الكتاب ده ألف مرة. ماشي. ويجي لي السؤال أفتح فيه زي ما أنا عايز، بس أنا بقول لك أنا محكوم بالوقت، غير واحد ما عندوش معلومات يعني يكتب.
دي قصة تانية ماشي. بس انت دلوقتي خلاص انت عديت مع اللي عدى خلاص ماشي. طيب بعد كده كتب لك شوية برضو معلومات. ده في حاجة اسمها بروكتوسكوب يا جماعة، غير السجمويدوسكوب بتاع زمان، بقينا اليومينيت. شفتوا بقى الدنيا بقت جميلة ازاي، بقينا ننور كمان، ندخل انسترومنت يدخل لنا لايت، ما بقيناش مجرد ان انا بفحص كده، اعمل لي لايت واشوف بقى حتة كبيرة قوي اندر فيجن كده بعد ما دخلت اللايت ده، واطلع لحد السيجمويد واظبط نفسي ماشي. في كده مشاكل يا ولاد، ربنا يوفقكم وينفع بيكم. موضوع في منتهى الامان، الليكشر دي المفروض ساعة ماشي، فايه معذرة، وربنا يكرمكم يا حبايبي ويوفقكم ويكتب لكم كل خير. السلام عليكم.